لما يكون عندك 3 قنوات تعليمية في أسبوع واحد بس، كل قناة منهم تاخد إنذار أو تحذير ويتم إزالة الفيديو بواسطة اليوتيوب. معنى كده إن اليوتيوب نفسه في قلق كبير جدا الفترة اللي جاية، خصوصا بعد تحديثات اليوتيوب اللي بتحصل في 2024. التحديثات اللي كانت مريبة لقنوات كتير جدا أدت إلى إغلاق مجموعة كبيرة جدا من القنوات، وإنذار لقنوات أخرى، وتحذيرات لقنوات أخرى، وإيقاف الربح عن قنوات أخرى وأخرى 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 وأخرى، ومشاكل اليوتيوب لا تعد ولا تحصى الفترة الأخيرة. مشاكل بالكيلو، وإيقاف ربح بالكيلو، وإيقاف قنوات وإغلاقها بالكيلو، وكأن الخوارزميات اتغيرت والسياسات اتغيرت، واليوتيوب نفسه بدأ يتعامل بالذكاء الاصطناعي في كل شيء، حتى في انه يمسك بالفعل المخالفات اللي بدأ يكون بشكل تجريبي الفترة اللي جاية. وللأسف الشديد في مجموعة كبيرة جدا من القنوات اللي اتأذت بسبب اللي اليوتيوب بيعمله، لان في انذارات بدون اي وجه حق. يعني الاول كنا بنعرف ان اليوتيوب بياخد باله من الفيديو ده بواسطة العنوان او الوصف او الكلمات المفتاحية. النهاردة في قناة تعليمية كبيرة جدا خدت انذار اصلا بدون اي وجه حق على فيديو لسه اصلا منزلش علني على القناة، والاحكام والسياسات هي اللي بتحكم في اليوتيوب، وكان ممكن القناة دي يتم ايقاف الربح عليها بصورة نهائية، خصوصا ان ده التحذير التاني ليها، وممكن تاخد كمان تالت انذار او 2 انذارين كمان مع تغيرات السياسات، تلاقي قناة تتقفل، وقناة ومجهود كبير جدا في القناة دي اتبذل، واليوتيوب هنا مش موجود، مش واخد باله. حتى لما تعمل اعادة النظر في بعض الطلبات اللي بيتم قبولها، وبعض الطلبات التانية اللي بيتم رفضها، وكمان اللي بيتم قبولها بيتم قبولها في ثانية، يعني الفيديو 8 دقايق بيتم قبول الطلب في دقيقة، يعني حضرتك اصلا ما اتفرجتش على الفيديو 8 دقايق، ازاي خدت القرار بالرفض او الاجابة في دقيقة واحدة؟ فهنا نبدأ نعرف ان اليوتيوب حرفيا خوارزمياته بتتغير، سياساته بتتغير، اسلوبه بيتغير، تعامله مع منشئ المحتوى بيتغير، وان منشئ المحتوى لازم ياخد باله جدا من الكلام اللي بيقوله داخل الفيديو، لان الموضوع ده بدأ يكون مرعب بالنسبة للقنوات التعليمية قبل القنوات العادية. يعني في قنوات عادية كتير جدا على اليوتيوب عادي بيقولوا كلام ومش بيتم ايقاف الربح عليها، لكن القناة التعليمية اول ما تقول اي كلمة، كلمة تحميل فيديو من على اليوتيوب مثلا، انذار. يا عم انا ما قلتش حاجة، ده انا بشرح حاجة انت بتعملها، انذار. طب ليه هو كده؟ وعلى فكرة انا في فيديو على المتوحد فكرة انا سايبه علشان اخد انذار عليه، لان هطلع وقتها اهاجم اليوتيوب مهاجمة كبيرة جدا، لان انا شرح ازاي تعمل تحميل للفيديو من اليوتيوب عن طريق استوديو اليوتيوب، فانا عايز افهم اليوتيوب هيديني هنا انذار ليه، لان اليوتيوب اصلا عامل لي الفيديو ده غير مناسب للمعلنين، وعلى قناة تانية مناسب للمعلنين. طب انت بتدان على اي اساس بتاخذ اجراءات وقوانين، وايه هي السياسات اللي انت متابعها الفترة الاخيرة؟ علشان كده انا بهاجم اليوتيوب الفترة الاخيرة، وبوجه كلامي لمنشئ المحتوى الصغير والكبير والمتوسط، لازم تاخد بالك من كلامك داخل الفيديو، لان اليوتيوب ما عادش بيرحم احد حرفيا، ولو انت ما خدتش بالك على قناتك اليوتيوب في ثواني هيتم اغلاقها. كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوتيوب، اللي حاب يوضح لك ان السياسات بتتغير وطريقة الكلام بتتقفش، والفيديو لو كان غير مدرج وانت محمله وفي اي مشكلة بتاخد عليه الانذار. علشان كده لازم تتأكد يا صديقي من اي فيديو بترفعه على قناتك، حتى لو هتعمله خاص، حتى لو هتعمله غير مدرج، حتى لو مش هتنزله على قناتك، لان ممكن في ثواني توحشنا. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوتيوب المتوحد فكرة، الى اللقاء.